السلام عليكم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. كي دايرين؟ لاباس، على خير، الاحوال طيبه. غادي نشوفوا اليوم طريقه جميله جدا جدا لفصالة قندوره، عليها الطلبه بقوه في هذا الموسم. بندره بالكتاف طايحين، وغادي نخدمو قياس كيناسب الممتلئات، يعني غادي نخدم بالربع ديال الهونش، فيه 37 سنتيم بالخياطه. صافي. غادي نخدم ان شاء الله بالتاوب الكريب، غادي نحتاجو فيه متر ونص على متر ونص، وغادي نحتاج التوب ديال، انا غادي نخدم بالتليجه. نتوما لكم مطلق الحريه، خدموا باي توب تبغيوه، المهم يكونوا فيه زويقات ويكون خفيف باش يعطي جماليه للقنيدره. التوب اللي عاد دخلوه في الكم يكون فيه 50 سنتيم، راها كافيه. اذا غادي قلنا باللي تساوي الكريب فيه في الطول متر ونص على العرض ديال متر ونص، غادي نتنيوه على جوج هكذا، الحاشيه عند الحاشيه. صافي. غتاخدي الطول ديال القنيدره ديالك زائد القيمه ديال الخياطه 8 او 10 سنتيم، والجزء اللي غادي يتبقى لك غتفصلي منه باندات تكملي بهم الطول ديالكم. سواء بغيتي لكم 3 كار، سواء بغيتيه طويول، حيت لكم في الموديل فيه في الفوق التوب ديال التليجه، وهنايا عاملين التوب ديال الكريب. غادي ندوزو دابا لطريقه رسم القياسات. عندي هنايا 8 سنتيم فتحه الرقبه وسنتيمين، نرسم الكول من هنا لهنا. غادي نخدم 36 سنتيم، صافي 36، ننزل بخمسة، أضع نقطة، من بعد من هاد النقطة غادي ننزل بثلاثين سنتيم، أضع نقطة أخرى ونرسم خط. نحاول نجيب مسطرة من هنا على هاد الخط باش تعطيني، يعني مثلا نجيبها مقادة مع هاد الخط هذا باش تعطيني هاد الخط الفتحة ديالكم يجيني مقاد، يجيني شعوش. قلنا الفتحة ديالكم انطلاقا من النقطة اللي نزلنا بها فيها 30 سنتيم، هي 30. بعد ذلك غادي نلاقيو هاد النقطة بهادي باش نرسمو ميلان ديال الكتف. غادي نرسم المقاسات ديالي العاديه اللي كنخدموا بها عاده في الفتنه توج الباب ديالنا. غادي نعمل الارتفاع ديال الخصر، عندي فيه 46، من هنا لهنا 46، من هنا لهنا 46، ونرسم انقطاط. ها هما هذا الخط ديال الخصر. علاش غادي نستعملوا الخط ديال الخصر؟ لانه غادي يساعدني باش نلقى الخط ديال الهونش. غادي ننزل منه، يعني من الخط ديال ارتفاع الخصر ب 22 سنتيم، 22 سنتيم، ونرسم خطيطات. الخط ديال الخصر ما غاديش نجي جهته نهائيا، ما غاديش نحتاجه. انا عندي الغرض بالخط ديال الهونش، خصني فيه 37. ها هي البنات 37، اضع علامه. ركزوا معايا، راه الطريقه سهله بزاف بزاف. غادي نحاول من يعني ما نقطعش منها، يعني كيما غنخدمها غادي نحاول نسرع باش ما يكونش الفيديو طويل. اذا هنايا 37، ولتحت في الديل، جيبكم معايا لعند الديل، ها هو الديل عندي فيه 39 سنتيم، يا 39. صافي، ها هي 39. فدابا شنو غادي نعمل؟ غادي نلاقي اولا، اول حاجه غادي نديرها غادي نلاقي النقطه ديال الجلايل هادي. هاتي كنشرح وكنطلل عندك ما يبان لكمش شنو كنعمل. قلت اول حاجه بعد ما ترسينا هادشي اللي قلت لكم، غادي نلاقي النقطه ديال الجلايل 39 من النقطه ديال الهونش. هادي اول حاجه غادي نخدمها هكذا. صافي، حنا ترسينا هاد المسافة،
من النقطه 39 حتى النقطه دالهونش. نجيو دابا طلعوا معايا لهنايا جهه الكم، شوفوا شنو غنعملوا. قلنا هذه المسافه ديال 30 ياك، هذه المسافه ديال الفتحه ديال الكم اللي قلنا 30. غادي ندخل بسنتيمين، سنتيمين فقط، وغادي نلاقي هاد النقطه سنتيمين بهاد الخط هكذا. هما راه كيجيو هما هادوك نيشان كيجيو مطابقين مع بعضهم هكذا، ونرسم خط واضح. صافي هاد القياس هذا بحال تشوفوا راه وافي ما شاء الله. هنايا في الجهه الفوقانيه جهه الصدر راه كتجينا وافيه كذلك، راه هي فيها 37، والتحت خلاص راه عندنا الهونش راه قلنا فيه 37. هاد الخطين المتعاملين ما نخليهمش هكذا، غادي نقوص واحد شويه هكذا ونهبط واضح. صافي انا كملت الباترون الخلفي، وغادي ندوز دابا لهيه باش نوريكم، يعني ما غاديش نقطع غير باش تفهموا معايا التقنيه ديال الخدمه. غادي ندوز لهيه باش نوريكم كيفاش غادي نرسم الجهه الاماميه. فالامام الخلف، الخلف بديناه من تحت ياك، الامام غادي نعكسو نخدمو لهاد الجهه. عندنا هنايا 36 القيمه ديال الكتف الامامي جاتنا مطابقه مع القيمه ديال 39 الجلايل ديال الخلف واضح. 36 و 39 كيتلاقاو لينا في نفس النقطه. من بعد خدمنا بقيه القياسات كالتالي، نزلت من هنا ب 11، دخلت ب 8، 36 نزلت ب 5، رسمت الميلان. من بعد رسمت ارتفاع الخصر، نزلت ب 22 خدمت 37، جاتني تقريبا مطابقه مع الخط ديال الجنب الخلفي. وفي الجلايل عملت 39 حتى هي جاتني مطابقه مع القيمه ديال 36 ديال الكتف ديال الخلف، يعني 39 و 36 تلاقاو ليا في نفس النقطه واضح. اذا باش تبعوا معايا مزيان، فين هو الخط ديال الخلف؟ الخط الخلف جبدناه من هاد القيمه اللي دخلنا فيها بسنتيمين، من هنا جبدنا الخط ديال الخلف. تابعوا معايا، ها هو نازل حتى لتحت واضح. ها هو الدايل، الدايل كيجمع ليا قلنا الفتحه ديال الكم الاماميه. صافي، اذا فين هو الخط ديال الجنب الامامي؟ كيبدا حتى هو من هاد الدخيله ديال سنتيمين، كنجيبو من هنا. تابعوا معايا، ها هو وكيجمع ليا حتى هو الفتحه ديال الكم الخلفي. تابعوا هكذا، هي ديك الدخيله ديال سنتيمين. كنجرو خط، كناخدو معانا المسافه او القيمه ديال الهونش، كنبقاو نازلين، كناخدو معانا الفتحه ديال الكم الخلفي نزولا الى الدايل. ان شاء الله يكون واضح البنات. شنو كيبقى لنا؟ كتلاحظوا كيبقى هنايا واحد شويه ديال الفراغ، ها هو هنايا واحد شويه ديال الفراغ، يعني هنا يبقى لنا انفصلوا، يبقى لنا هنا واحد شويه ديال الثوب باش كنرسموا ديك التحريفه ديال الكم من هذه الجهه هذه للامام، ومن هذه الجهه هذه للخلف. يعني المختصر المفيد هو اننا بالمقص غادي نبداو مبدئيا مع هذا الخط، غادي نمشيو هكذا، هذا غنمشيو منها مع هذا، بعد غنفصلوا الجهه الخلفيه على الجهه الاماميه، من بعد عاد غادي نديرو تهديب من هاد الجهه هادي، عاد نقادوها بالمقص. ولكن الخط الاولاني اللي غادي نمشيو عليه بالفصاله هو هذا، غادي نمشيو هكذا هكذا، ها هو ها هو بنات الخط، ها هو هذا، وغادي نمشيو هكذا مع هذا حتى للكتف. يعني غادي نمشيو من جهه الجلايل ناخذ معنا الكتف، وحنايا غاديين حتى للكتف
الثاني حتى للتالت ان شاء الله يكون واضح. دابا ملي فرقنا الامام على الخلف بقات لنا هاد البليصه، غادي نساويوها بالمقص. هنا ونفس الشيء عاود في الامام، شتو نفس الطريقه غادي نقوم بها في الامام. غنجي مع هاد من هنايا، ندور صافي. ها هما دابا مساليه الفصاله ديال الامام والخلف. غنوريكم دابا طريقه مبسطه باش توجدوا بها القياس ديالكم مضبوط، واخا يكونوا فيه جوج قطع كما عندنا في هذا الموديل. الاغلبيه فيكم المبتدئين راه كيفصلوا هاد القطع ديالكم اللي كتكون تابعه للموديل بالتفطيحين، كيفصلوهم يعني بطريقه عشوائيه. فانا اليوم غنعطيكم طريقه يعني تجيب لكم العبار مضبوط، واخا يكون ليك اولا الكليانه اولا الطفله صغيره، يعني ما تبقاش تخدمي بارقام عشوائيه. اذا غادي نعبروا من الوسط الرقبه من الخلف اللي هو هذا حتى الطول اللي انت باغياه هنايا او 3 كار اللي بغيتي. لنفترض حنايا لقينا من العظمه ديال الرقبه من المنتصف من الخلف لقينا 70، كنحط علامة. هذه هي المسافة ديال الطول كاملة. حنايا ديجا خادمين واحد الجزء من الكم دخلينا مع الكتف اللي طبقناه يعني بالقيمة ديال 36، واضح؟ هاد القيمة ديال 36 فيها شوية من الكتف، يعني فيها الكتف وفيها جزء من الكم. فين توقف لي الكم؟ هنايا. فمن ديك 70 شحال باقي خصني باش نكمل الفصالة ديال الكم؟ عندي هنايا 35 سنتيم ديال الاشاره. فبالنسبه للمبتدئين راه ضروري تكون عندكم هاد المسار المينياتور، لان راها كتساعدكم بزاف فيما يخص هاد المسائل ديال القياسات. على ورقه صغيره كتطبقي المسار المينياتور كتعطيك نفس القياس اللي غادي تخرجيه في التهوب كبير. اذا قلنا باقي لينا من ديك 70 باقي لينا 35 سنتيم. ها هي حنايا عندنا التهوب الثلجه وعندنا باندا. اذا الباندا غادي نعملو فيها حسب الصوره اللي في الموديل غنعملو فيها 7 سنتيم. شحال غتبقى لينا ملي غنحيدو 7 سنتيم من الباندا؟ غتبقى لينا بالضبط 27 سنتيم. اذا خصني نفصل ثوب الثلجه فيه 27 سنتيم في الطول زائد سنتيمين ديال الخياطه، واضح؟ زائد سنتيمين ديال الخياطه، واحد من هنا وواحد من هنا. بالنسبه لكم راه متني من هنايا بطبيعه الحال. عندي فيه هنايا 29 سنتيم، الفتحه ديال الكم فيها 30، كيمشي سنتيم مع الخياطه ديال الكتف كتبقى لي فيه 29، يعني نفس القيمه مطابقه لهاد المسافه هذه اللي قلت لكم ديال الكم، يعني هنا 29. وهنا القطعه اللي او الجهه اللي غتركب لي مع الباندا التحتانيه عندي فيها 25 سنتيم، واضح البنات؟ فهاد الطريقه هذه مضبوطه تديكم الكمام يعني بقياس على حسب المقاسات المطلوبة. بالنسبة لهاد 7 سنتيم ديال الباندا راه حتى هي كنزيدو ليها سنتيم واحد الخياطة الجهة اللي غتركب لي مع التليجة، لأن الجهة اللي عاتجي هنا غتكون متنية. نجيونا الباندا، عندنا قطعة د التوب غنتنيوها من هنا، قلنا بلي هاد الجهة هادي غتكون متنية، الجهة الفوقانية غتكون فيها الخياطة. قلنا بلي خصنا سنتيم ديال الخياطة زائد هاد 7، إذا غادي نخدم العرض 8 سنتيم، واضح؟ والطول غادي يكون 50 سنتيم. علاش 50؟ لأن الكم ملي غادي نفصلو ونتنيه غتبقى ليا فيه 25 من هنا و 25 من التحت، واضح ياك؟ اذا غادي نفصل انا هاد الباندا.
هذيك 8 سنتيم وتساوي متني ياك، ولكن ملي كنفتحوه راه كتولي لهنا، كتولي لنا هنايا 16 سنتيم. ف 16 سنتيم على 50 سنتيم صافي، حنا كملنا. وهذه البندة المطلوبة. دابا بعد ما غادي نلاقيو القطع بالخياطة، غادي نعبرو من الوسط ديال الرقبة، غادي نلقاو الطول ديال الطول ديال الكم الكامل 70 كما شرحت لكم. كاين فيكم اللي غتقول لي ايوا قلتي لنا هاد المسافة ديال التليجة فيها 27 زدت 6 سنتيم، يعني خاص تكون غير 29 سنتيم. اه معاك الحق، ولكن انا زايدة سنتيم على حسب يعني على حسب السرجي ولا سبحان الله يعني في تيوتا زايده ماشي مشكل، ما تاثرش سنتيم ما تاثرش. بما ان عندنا القطعه اللي خصنا تكون يعني القياس ديال القطعه التليجه 27 زائد سنتيمين 29، فكنكمل 30 ونفصل. هذا ما كان. فامل ان هذا الموديل يكون عجبكم وتشجعوا تخدموه. بحال قلت لكم راه دابا طوندونس وموضه ومطلوب بزاف بزاف عند الخياطات، لان اقتصادي وكيجي جميل جدا، وبامكانكم من بعد تزوقوه ديروا فيه سويقات اللي بغيتو او تريزات او اللي عجبكم، يعني نتوما احرار بالنسبه لنا يعني فيما يخص التزيين. انا بالنسبه للخياطه يعني غنختصر الوقت لان باش نبقى نوريكم كل حاجه كيفاش، راه ساهله تلاقيو الكتاف وتلاقيو الكم وتجمعوا الجناب، يعني راه مسائل سهله ما حتاجاش يعني نزيد نطول اكثر في الفيديو. الخياطات راه ما عارفين كيفاش نفس الطريقه ديال الخدمه ديال القفطان، يعني كنبقاو ماشيين يا يعني اما تجمعوه بالقيطان او تجمعوه بالتريسنات. انا كيما في الصوره غادي نجمعو ان شاء الله بقيطان في الذهبي، والعقيده تنعملو شويه كحل وشويه ذهبي وصافي ونشدو، الله يجعل البركه. هذا ما كان. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا ونكون يعني وريتكم حاجه جديده في الفصاله. اشكركم على طيب المتابعه، دمتم سالمين وعواشر مباركه.